كاينه يد في الخفاء قاعده تحرك في الحكايات. نقول لك علاش يد في الخفاء، عاود نقول لك عليه. هو هذه كلمتي نقولها ومانيش خايف منها. شنو هو اللي يحركوا في صنوبر؟ وصنوبر ماذا يولد؟ وشنو النتيجه اللي يعطي انا صنوبر؟ هو الزقوقو، احنا كيلو زقوقو راهو نقول لك بقداش؟ ب 60,000. 60,000 تونسي، يعني احنا معروفين مشهورين التوانسه بعصيت الزقوق. والبندق زاده، البندق زاده ما يحرقوا فيه في الجبل، وشنو هو؟ يعني غير الناس ما تعرفش قيمه الغابه هذيك. فهمني ولا؟ الغابه هذيك فيها الاكسجين، الشجر هذاك يجبد المطر. فيها برشا حاجات. ونقول لك حاجه والله ربي، اش كانوا اللي حرق بينه وبين ربي؟ كان حرائق من ربي ان شاء الله، نقولوا ربي ان شاء الله تنزل علينا البركه نتاعو، وربي ان شاء الله يلطف بينا، وربي يعطينا الخير ان شاء الله. واسمع، وغيث النافع خلي تخمد النار. انا نتفرج على فيديوهات، شيء اسف والله، نشوف الواحد وثقافته. ريت لو كان يثيقوا الشهداء اللي خدموا في الحدود، مثلا تونس والجزائر، مثلا هذه تونس والجزائر من عهد الزمان. والله غير نقول لك يعطونا الفلقه. يا بلادي يا بلادي، حدثي عن بطولاتي مدى الايام تذكر، واكتبي لنا في جبهة الشمس قصة تروى وتاريخا يسطر، صمدوا للبغي فاندك بهم كهشيم بن تضره صرصة. الحرائق هذه رانا شوف جبالنا، وهذه ثرواتنا، انا مانيش فاهم علاش تحرق. او خاف وربي، انا نقول من اللي كاني من ربي، راهي عند ربي هو اللي يتولاها، توا ربي يعرف كاش يخمدها النار هذه. كاني من العبد، قال هو يقول لك يا قاتل الروح وانت روح. انا نشوفه قاتل الروح، راه هو اللي يحرق شجرك. ما نكذبش على على الشعب الجزائري ويشوفوني في الكاميرا يقولوا هذا التونسي نافق ولا حاجه. اقسم بالله شيء اسف، شيء بكي بصراحه.